في قلب القاهرة. بفضل الله وحده الأعداد بتزداد. أعتقد متابعين اللي متابع من أول حلقة شايف الأعداد بتزيد في الوراق زي في أكتر من منطقة، بتزيد كل شوية، العدد بيزيد بكثافة ملحوظة ما ينكرهاش إلا مجرم. البساتين البساتين البساتين، تعزيزات أمنية بتوصل للبساتين والمتظاهرين في مواجهات مع الأمن في البساتين. يا أهالي البساتين، يا السكان المحيطين بالبساتين، ما تسيبوش الناس في الشارع لوحديهم. بحق ربنا يا شيخ، كم واحد قال بس الناس تتحرك وأنا اتحرك. الناس في الشارع في البساتين وكثافة أمنية كبيرة بتحصل، لكن الشراعة قسما بربي مش مقفولة. البساتين الآن لسه بعرض لك المشهد في البساتين. طب نخفف الضغط على البساتين ازاي؟ نخفف الضغط على المعمورة ازاي؟ ان احنا نعمل اكتر من نقطة تانية في اسكندرية، ان احنا نعمل اكتر من نقطة تانية في القاهرة، فما يبقاش عارف يودي الحشود الامنية فين، لان الحشود دي ليها سقف. اللي بقوله ده مش كيمياء ولا فيزياء، اللي بقوله لا كيمياء ولا فيزياء. الناس في البساتين بينزلوا لهم امن كتير. طيب الناس تضم على اللي في البساتين وتعمل نقط تانية بحيث ان الحشود تقول له يا باشا اطلع يمين ولا شمال. هو ده السؤال اللي المفروض يتسأل الليلة دي. البساتين كفر أنديل في الجيزة، الحشود تتواصل وتزداد كثافة. تحية للجيزة صبحا وعصرا ومساء وبإذن الله فجرا. الحسابات المخابراتية زي لست وحدك بالظبط، دلوقتي على صياغة تقريبا واحدة. معتز مطر بيعرض فيديوهات قديمة وباين قوي تركيب الصوت بتاع نفس العيال في كل فيديو، وشكله باين قوي انه مش مقتنع بالفبركة. يا واد يا دقيق، بعد الشتيمة اذا كان البلد اللي انت فيها اصدع تركيا اعترفت ان كل ده هكس. لا يا شيخ، لا يا شيخ، ولا انت بتحلل السبوبة؟ فعلا الاخوان بتاع كذا كذا كذا، هشام فاروق من المخابرات الحربية من دير الملاك
خد فشار ودي اخواتك. كمل. ثاني وثالث وعاشر المعمورة، المعمورة اشتباكات الآن في المعمورة. اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. الشعب بيقول في المعمورة هنخلعه رغم جحافل الأمن. ما تسيبوش إخواتكم في المعمورة لوحديهم، واعملوا حتة تانية جنب المعمورة. اسكندرية، النداء الاسكندرية كلها. على فكره هم فضل ثابته كده، ممكن الدنيا تولع. على فكره بص بيحدفوا توب على الحكومه، بص بيحدفوا الدنيا هتولع. بص 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 الكلام، بص بص لعبتهم. ومن المعمورة للبساتين. بساتين خلصت فيها كل الكلام والله. البساتين في قلب القاهرة، وتحدي لا تخطئه العين لقوات الأمن. الفيديو من 7 دقايق بالظبط. Thank you.
أسئلة عنيفة عن الذل. أنا حر بقى أقعد أعيش زي ما أنا عايز، أنت مالك؟ فإذا بالقرآن في سورة النساء، ولو سمحتوا ابقوا اقروا المصاحف شوية، مش في رمضان بس، اقروا المصاحف. تأتي الملائكة على صحابة يصلون ويزكون ويصومون ويحجون ويشهدون الشهادتين، لكن لحظة الوفاة تعالوا كنتوا عايشين أذلة ليه؟ بس بيحاسبوهم على الذل، بيحاسبوهم على عدم التمكين، بس فقط أركان الإسلام بيؤديها، لكنه سايب الموضوع. قال له الكلام ده، قال فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين، كنا غلابة يا بيه، كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لهم ولا ده ينفع، ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وإذا بالقرآن يقول فأولئك مأواهم جهنم، لمجرد أن يقبلوا تغول عدوهم عليهم. ومن والله العظيم الواحد من كتر الأماكن، سوهاج مظاهرات مستمرة حتى الآن، من العياط لسوهاج، العياط لا تراجع ولا استسلام لسوهاج، حتى الآن سوهاج في الشارع. القناطر الخيرية في الأليوبية، ما زال الناس تتظاهر في القناطر الخيرية مطالبين برحيل العميل الصهيوني. يا لينا انضموا لينا، يا لينا انضموا لينا، يا اللي ساكت ساكت ليه؟ مصر الإعلام المصري شغال على حاجة واحدة، مفيش مظاهرات، والناس بترد النهاردة وبتقول لهم كده من قلب التظاهرات. لعبة ده جابوسة، انت مش من أمريكا، في أهل جيت الوراق واتي، لعبة ده جابوسة. جزيرة الوراء 20/9/2020، علشان محدش يقول ان الفيديوهات دي متفبركة. جزيرة الوراء 20/9/2020، علشان محدش يقول ان الفيديوهات دي متفبركة.